ضحية حلقة اليوم هو بطل العالم في رياضة الكاراتي كوشيكي حمزة عثماني، اللي جاء من أجل لقاء عمل كما باقي لي زانفيتي، ولكن الهدف تاع اليوم خويا حمزة نديروك اون كاميرا كاشي. بدون إطالة مشاهدينا، خليكم تشوفوا ردة فعل الانفيتي تاعنا من بعد ما يلحقوا الاتصال تاعنا. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. واش راك حمزه؟ والله لاباس خو. الحمد لله. معك عبدو زواوي. ياه يا قزقوز صاحب 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 امين، وانا عرفته مع امين. واش قزقوز؟ واش راك خو؟ صافا خو. لاباس والله ربي. وانت بخير الحمد لله. حمزه وراك 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 لازم تجيني ايرجون. علاه؟ لازم تجيني ايرجون. كاين جماعه كنت نخدم معاهم بينيفول وكذا في لي زوبيط وكذا، يا خويا كانوا ينقيو في جبانه، صابوا واحد الانسان تما كان يحفر وكذا، ومن الناس صابوا عنده قوجه صاشي فيه تصاور مربوطين بالكادنات، ومنهم تصويرتك. راني في القبه، راني في القبه كيما طارق. اسمع شكون معك؟ طارق القليعي. اما طارق جوز هو جوز هو. وي طارق. واش خو؟ صباح اخو صباح. يا لاباس الحمد لله الله يهنيك. يا طارق وراك وراكم جيبو باسكو انا فين هذا سيدي يحيى؟ يا خو غير روحو، انا في القبه، انا في القبه غير ديماري. هذا ما درتلو هذا. ايه حمزة. غير ما تونيش تسوى هاي تما حطم. قال لك وجات لي امام قبيلة، كان امام هنا، قال لك باللي يقولوا لازم يعطينا المفتاح مع المفاتح باش نحلوا هاد الكادمة. وهذاك ما بقي لقاه لنا الامام. هذا رقي؟ اه، لقاه في الامام. اخو برك ما تخرجش تصوير على بصحنا الجمعيه واسمنا وكذا في الجمعيه. ما تجيش تسويها. علاش؟ حنا كي جينا لهنا جبنا الانسان هذا وتبعنا. واش وجبنا وجبنا البال؟ قال لك اسمنا. عطينا مفتاح، عطينا مفتاح. هاي هاي قلي عروس. هاي 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 عروس. واحد فيهم، واحد فيهم هذا هو. يدي كوبل كوبل ما كوبل 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 راح معاهم باسكو الموظف خاف، قال له تجي معايا باش نفكر. عطيني المفتاح، افتح. ولا 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 ماشي ولا ماشي هذاك هذا على ما اظن. هذا ماشي هذاك هذا، عندك 80 مفتاح. فكوني نروح، فكوني تروح، فكوني نروح. هاي افتح والله، هاي افتح، ما يفتح ما يفتح. فكوني نروح فيه. انا خلصني، انا خلص. هذيك فاش ندير لها؟ هذيك الفاصه هذه. لا تفتح ولا كادمي، تفتح ولا كادمي.
شوف فاميليا انت تفتح وانا كادني يا ابني خلاص يا خلاص معاك يا حمزه انت اخويا اصبر بعدك هاي يا ابني هذا خلصوني حمزة عثماني الله يرحم بابك مش أنا قدام الناس قاعد نقول لك إيفيتيني يا أخوي يا أخوي نحبك أنا برومي يا أخوي وعدني ما كانش كيوم بعد نقول لك كيف يقول لك أنا أقول لك ربي يخليك احنا هذه الكاميرا كاشي توجوها كما قولوا ميساج للناس اللي دير هذه الكاميرا شطوة أخوي كل شيء حبك كل شيء حبك بلي كانت كاينة لا كانت كاينة كاميرا في الريستو وفي الطوموبيل اه تعرف لي ما امنتهاش بقى لي يخلص القهوه وسدي حياة شو ديجا اقسم بالله عباد قليحي انا قلت لك تحت خلص لي قهوه بسيدي معلوم عن بالي واش عن بالي عن بالي حاب يدير كونس حاب يدير ايميسيون في شورو عيط لي باش نطيرو هذيك بين واش عندك اللي درناها انا وكريم الكانغو بشرى عقبي ومستر ابي قلت سيد حاب يدير معايا اول قهوه قليعه خلص القهوه بسيدي حياة هذه هي القهوه تاعك يعطيك الصحه اخويا بارك الله فيك سالم ربي يعطيك الصحه حمزه عثماني حاجه باك نوصي قدام الناس كان انت عندك الام ديالك اللي نعرفها انا شخصيا ربي يحفظها ان شاء الله تدعي دعوه الخير الا كي تسمعي فيها يما تسالي ادعي لي بالخير ونقول لدارنا كامل ماليه ولاد خويا صغار بيبو ياسين نقول لكم نحبكم صحه رمضانكم وان شاء الله كل عام نتوما بخير ربي يحفظك تحيه لحمزه عثماني موك مشاهدينا الكرام لحقنا نهاية عدد اليوم كان ضيف حلقة حمزة عثماني اللي ولا يلهد احنا الهدف تاعنا اترافيغ لي كاميرا كاشي تاعنا نلحقوا دي ميساج هاد العام ميساج تاعنا ربعين على الشعب هذا هاد الناس اللي ما تخافش ربي دونك يا ناس خافوا ربي تلقوا صراحة الناس كيما نقولوا اللي راهم كادنيك شويه اللي بيري يا اخويا صح انا كادنيك متعرف خويا